مساء الخير يا حلوين، يا احلى متابعين. الله يسعد اوقاتكم بكل خير. اليوم يا عزيزاتي الغاليين رح نعمل نحن وبعض صبغه للون الاحمر اللي هو قريبا من لون شعري. تقريبا هو لون شعري وبيطلع حسب درجه لون الشعر اللي بدك تغطي فيه عزيزتي. رح نطبقها بمواد طبيعيه، بدون امونيا، بدون اي مواد كيميائيه ممكن تاذي الشعر. قبل الكل يا حلوين رح بنحط الرمان، ظروف قشر الرمان بالماء. قشر الرمان بيغذي ماده الميلاتين اللي للشعر، الماده اللي بتعطي لون الشعر، بيغذيها، بيفيدها، بخفف ظهور الشيب، بيطهر جلده الراس، بيعقم جذور الشعر بطريقة آمنة وسليمة وطبيعية. هيك يا حلوين، هلأ منضيف قشر ظروف قشر الرمان المطحونة للمي السخنة المغلية اللي أنا جهزتها من قبل دقيقة، على أساس ناخد شاي الرمان من هون بطريقة سلسة وآمنة مثل ما حضرتكم شايفين. هلأ يا حلوين، المواد رح بتكون عبارة عن بنجر، حبة بنجر اللي هي الشمندر الأحمر اللي كنا بناكله بالسلطات وبنعرفه تماماً. هلأ رح نقص البنجر، نطحنه بالشوكة بطريقة كتير دقيقة، يعني ما يصير كأنه كريمة. بنحاول نطحنه، اما بدك بتحبي بالخلاط عزيزتي تطحنيه، بتحبي بطريقتي هي بالشوكه على اساس ناخذ كل العصاره اللي فيه والماده اللي فيه. نضل نهرس بالشوكة أو بالخلاط حسب ما نحب. حتى يصير عنا مثل الكريمة، بنقدر نستعمله لخلط الحنة تبعنا. المادة المكونات خلطتنا اليوم عبارة عن شاي قشر الرمان، مسحوق البنجر اللي الشمندر، بنحط البنجر بالشاي الرمان، نتأكد انه انهرس تماما. وهلأ يا حلوين لحتى نضمن كتير نعومة وتجانس بكمية الطحن، تطلع المادة كتير ناعمة ومطحونة، رح نجي نحطها بالخلاط، نضيفها على الخلاط ومنضيف يا عزيزاتي الحنة، ظروف الحنة، على البودة تبعنا اللي بدنا نخلط فيها،
حطهم يا حلوين بيعبون، نقدر نحرك نمزج يعني بطريقة سليمة. هلأ يا عزيزي الغاليين رح نجيب معلقة كمية صغيرة من البصل المطحون، وكمية صغيرة من مسحوق التوم. الحقيقة أنا عم بستخدم الأشياء الجافة هي، مسحوق البصل مسحوق التوم، على أساس أنه بتكون الريحة أخف. نأخذ مسحوق التوم كمية صغيرة كمان، ويا حلوين نخلطهم بطريقة صح. غاليين طحناهم مظبوط بطريقه تقريبا شبه الجانس ودابو. ان شاء الله تكونوا متابعين معي خطوه خطوه. هلا دوبنا الشمندر، حطيناه ضفناه للحنه اللي فرغناها. هيك يا غاليين ضل علينا شغلة واحدة، ملعقة صغيرة أو كمية صغيرة من الأكسجين، يعني قدر ملعقة طعام، منحطهم مع بعض ومنخلط المادة. وهيك يا عزيزاتي بتكون جهزت المادة تبعنا اللي هي عبارة عن شاي الرمان، قشر الرمان المطحون، ظروف شاي مع ظروف الحنة. الحنة الحقيقة فيكي تحطي الحنة البلدية اللي منجيبها بالكيلو من العطارين، وفيكي عزيزتي تحطي الحنة للظروف الصغيرة الهندية. في منها أنواع كتيرة كلها تقريباً كويسة وبتعطي نفس الفوائد. هيك يا حلوين ضفنا البصل، ضفنا الثوم، وضفنا شوي صغار من الأكسجين على أساس يعطي لون أنسب وأحسن. هلأ هذه الحنة تطبق على الشعر، تنترك تقريبا يعني من نص ساعة لساعة حسب الست ما تتحمل. هي بنص ساعة بتغطي، وإذا كان عندك شيب قوي وعنيد ممكن تخلطي نص كيس بني صغير معها. بتمنى يا حبايبي تعجبكم وتطبقوها وتستفيدوا عليها. بس في نقطة مهمة، في ستات بتتحسس من البصل والثوم، بتمنى قبل تعمل تيست على إيدها الست تشوف إذا الخلطة فيها بصل وثوم ممكن تحسسها ولا لا، على إيدها من الداخل، وتجربيها وتدعي لي، لانه هي لون مريح وحلو وبيغنيكي عن انك كل يوم تستخدمي اكسجين وصبغات وهيك شيء. وان شاء الله يا رب تضلوا بخير. بتمنى تشاركوا الفيديو وتعملوا لي لايك وشير، وما تنسوني من دعمكم ولتشجعوني لاجيب لكم كمان وصفات ثانيه. ان شاء الله رح نقدم وصفه للشعر الاشقر بمواد طبيعيه، وصفة للشعر البني كمان بمواد طبيعية. بعدين رح نحكي عن صبغات وأنواع الصبغات وخلط الصبغات، مش أنواع الحقيقة، خلط اللون اللي يناسب كل لون أنت حاببتي. حبيباتي بتمنى تضلوا بخير وصحة وسعادة، وبتمنى أنه تضلوا متابعين معي، ويسعد أوقاتكم. معكم لينا من عالم لينا.